أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما أهم أخبار اليوم والبداية بالعناوين. تغيير مواقف أم ضغوط؟ حلفاء للصدر يلمحون بقبوله المشاركة بالحكومة، عودة البرلمان مطروحة للتفاوض. تسممات حادة، اعتقالات وصدامات داخلية، ناشط يمني يكشف خفايا استعراضات الحوثي الجدلية. شروط متبادلة قبل التطبيع، تسريب مفاوضات دمشق وأنقرة عنوانها عودة اللاجئين وسحب القوات. شظايا الحرب تسقط بأراضي روسيا والتجنيد معركة موسكو رغم حزمة التحفيزات والأموال. أهلا بكم مجددا في الأخبار الليلة. تسريبات أم تغيير مواقف سياسية؟ قادة أكراد من حلفاء الصدر يقودون مبادرات سياسية جديدة. اليوم كشف قيادي من الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طرح مبادرة ثلاثية مع تحالف السيادة ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، هدفها إخراج العراق من حالة الانسداد السياسي. وكشف في تصريحات عن زيارة مرتقبة لوفد مشترك من هذه الأحزاب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، ويقول النائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريحات أن زعيم التيار الصدري وافق على استقبال الوفد. أوضح النائب الكردي عن الديمقراطية الكردستاني محمى خليل أن مقتدى الصدر وافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة والتمديد لحكومة تسريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة. وكشف محمى خليل أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها، لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة، لكنها ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات. بالتأكيد تتمحور المباحثات حول نقطتين، يعني الإشارات الإيجابية لمشاركة الكتلة الصدرية في الحكومة، ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما نحاول مرارا تكرارا نكون بيضة القبان بين كفي ميزان الإطار والتيار، وبدون وأي حكومة مستقبلية تشكل بدون تيار صدري تعتبر حكومة عرجاء. ولكن في نفس الوقت تتمحور ما هي الشروط وما هي وتتمحور كيفية الدخول السيد الصدر في هذه المفاوضات وبتوقيتات الزمنية المتفقة من قبل الجميع. بالتأكيد لحد الآن لا توجد توقيت زمني محدد، ولكن تتمحور حول انعقاد الجلسات التشاورية بغض اتفاق على التوقيت لإجراء انتخابات والتحديد الموعد لانعقاد جلسات المجلس النواب. هناك وفد ثلاثي وهناك وفد خماسي، مبادرة ستنطلق من السيد الحادي العامري والسيد البرزاني والسيد الحلبوسي وخميس الخنجر، الذهاب إلى الحنانة ولقاء مع السيد صدر والصدر، وثم هناك لقاء آخر يجمع الشركاء البقية لتوضيح ملامح الانعقاد الحوارات السياسية. أنا أعتقد اليوم بعد توضيح وظهور ملامح تشكيل الحكومة واتفاق الإطاريون بشكل على مرشحهم واتفاق البيت الكردي شبه مؤكد بعد الحوارات على مرشح الرئاسة الجمهور، بدأت الأمور تصير بنحو الاتجاه الصحيح، والبوصلة تتجه بانعقاد جلسات الحوارية ثم جلسات المجلس النواب العراقي بغية الذهاب إلى تشكيل. والمشاركون أعتقد ستشارك أغلبية الكتل السياسية في هذا الحوار.
انضم إلينا من بغداد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم الوطني النائب عبد الكريم عبطان الجبوري. أهلا بك سيد عبطان، بداية بكل هذه التصريحات، حديث عن مبادرة ولقاء أو وفد ثلاثي سيقابل الصدر بخريطة طريق أو مبادرة أو خطة، يقال أن الصدر وافق على الكثير من البنود فيها، ما حقيقة ذلك برأيك؟ وما الذي يمكن قد يكون الصدر فعلا وافق عليه، وما الذي يمكن أن يطرح شروطه بخصوصه؟ شكرا جزيلا لك أختي ياسمين، وتحية لجمهوركم الكريم. الحقيقة هو الخيار الأمثل هو الحوار في هذه الفترة، لأنه بالنتيجة رسم خارطة الطريق تكون عن طريق مجلس النواب حقيقة الأمر، ولكن تعودنا من يعني خلينا نقول الدورات السابقة وحتى هذه الدورة أنه رؤساء الكتل السياسية يجتمعوا ويتفقوا على وضع خارطة الطريق ترسم داخل مجلس النواب، هذه أصبحت شبيهة بالعرف يعني حقيقة. تصريحات السيد محمد خليل، هو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحقيقة لا أمتلك معلومات مفصلة عن هذا الأمر، ولكن خلينا نفرض جدلا من خلال التحليل المعلومة التصريح إلى آخره. أنا أعتبر هذه خطوة إيجابية للذهاب إلى الحنانة من قبل الأسماء التي تم ذكرها، وهي أسماء ممتازة ولامعة وحقيقة الأمر، وأعتقد السيد نجرفان تؤكدونها سيد عبطان سيد هذا كبير. الوفد الثلاثي منتظر فعلا في الحنانة، هذا الذي صرح به السيد محمد خليل حقيقة الأمر، وهذا ليس بغريب. السيد مقتدى الصدر يستقبل كل الشركاء، وهؤلاء الأسماء هم عندهم علاقة طيبة مع السيد سماحة السيد مقتدى الصدر، وحتى يوجد يعني اتفاقات مسبقة قبل أن ينسحبوا من مجلس النواب، ولحد هذه اللحظة في اتفاقيات على كثير من الأمور، منها فيما يخص تشكيل الحكومة، ومنها فيما يخص خارطة الطريق المستقبلية لبناء مستقبل العراق في العمل الديمقراطي. حقيقة احنا تدرين الوضع في العراق، الوضع خطر حقيقة، يعني نحتاج الآن إلى الحوار، والحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة حقيقة الأمر، ولكن يجب أن يكون التنافس على أساس البرامج، ويجب أن يكون التنافس لأساس مصلحة البلد، ويجب أن يكون وضع خارطة الطريق التي نتكلم فيها يجب أن تنتشل البلد من الكارثة اللي هو بها، وحقيقة الآن تعرفين جناب صارت مشاكل ومتظاهرين وقتلى وإلى آخره وشهداء، حقيقة هذه نتمنى أن لا تتكرر، ولكن في ذات الوقت نتمنى أن الكل تشترك بحل هذه الأزمة ابتداء من سماحة السيد مقتدى الصدر وإلى كل الأخوة المشاركين في العمل السياسي، وأن نضع برنامج يفي ويسد مشاكل الناس. طيب سيد عبطان سأفصل معك في النقاط المطروحة من خلال هذه المبادرة، لكن أود أن أتوقف معك أولا عند حضور العامري، هل هي نقطة إيجابية برأيك؟ احنا نسمع بعض التصريحات من الإطار التنسيقي، ونسمع أيضا أنه من خلال الإعلام، أنا على المستوى الشخصي يعني لربما الكتلة إلها تواصل مع الأخوة الأخ العامري الإطار التنسيقي الآخرين، بس أنا وغيري قد يكون يعني ما عندنا اتصالات حقيقة الأمر، يعني مخولة القيادة قيادة الائتلاف أو قيادة التجمع مالنا بالتنسيق وترتيب الأوراق لحل مشكلة العراق حقيقة الأمر، ولكن لا بأس من هذا الحضور، يعني هو بالنسبة للسيد الصدر ما في أوبجكشن على السيد العامري حقيقة الأمر، والوضع فقط دا نتكلم عن حكومة تأتي لمدة سنة ونص، هذه الحكومة أو أكثر أو أقل حتى تهيئ لانتخابات أخرى كما يطلب الآخرين حقيقة الأمر، تدرين هذا مو كل الناس متفقة عليه، يعني إعادة الانتخابات قسم موافق وقسم يقول لك جمهوري وقسم يقول لك وحتى القانون الذي يعتمد وإلى آخره وكل الآراء محترمة التوافق عليه إلى غاية الآن، لحد هذه اللحظة ماكو توافق، لأن راح أقول لك ليش بمعادلة بسيطة، يعني
احنا حتى نسوي انتخابات، وهي هذه موجودة كل دورة انتخابية، انا اكثر من دورة انتخابية في مجلس النواب، يرادنا قانون للانتخابات هذا يسويه مجلس النواب، يرادنا قانون للمفوضية يسويه مجلس النواب، حتى نصرف فلوس على الانتخابات لازم تجي الموازنة، حتى تجي الموازنة المجلس النواب تتناقش لازم يجيبها حكومة مو حكومة تصريف أعمال ما عدا صلاحيات. فهذه الحكومة إذا عادوا الثقة بها أو تأتي حكومة أخرى أو رئيس وزراء آخر يفترض أن تكون رسمية وصوت عليها مجلس النواب. لكن الحقيقة أكو اختلاف بين الأخوة الشيعة واختلاف بين الأخوة الكرد، لأنه ما يصير رئيس وزراء إذا ما يجي رئيس دولة أو رئيس جمهورية اللي هو يكلف الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. فالمشهد هو معقد بس مو مستحيل على أنهم سيذهبوا باسم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. هي تصير واحد وصير أكثر من واحد، أنا أتمنى أن يأتوا بمرشح واحد حقيقة حتى تنحل المشكلة ويصير تكليف، ولكن بدون استثناء أي كتلة، يعني حتى كتلة خلينا نقول التيار الصدري، كتلة التيار الصدري صحيح هي استقالت من مجلس النواب لكن تأثيرها السياسي والشعبي موجود، لذلك من غير الممكن أن تستثنى حقيقة الأمر. فتحتاج الآن إلى عقل وتحتاج إلى تفكير بالبلد، شنو البلد وين رايحين به حقيقة الأمر وين؟ يعني أنا أحد الأخوان يمكن بالخليج شاعر أو شيء عجبني الشعر مالته يقول لقد كنت يا بغداد للكون متسعا واليوم بغداد هل ضاقت بك السبل. يعني معقول إحنا هاي بغداد هسه الآن ما نحل مشاكلنا؟ بلد محتل من قبل يعني محتل سياسيا واقتصاديا من قبل دول الجوار ومن دول الكون كله، والآن البلد مالنا يعني حقيقة ما نتفق على حل مشاكل. طيب نحتاج إلى ذكرت سيد عبطان أن الكتلة الصدرية بالرغم من انسحابها من مجلس النواب إلا أنها تبقى وازنة، هذا ما يقوله الديمقراطي الكردستاني أيضا عندما يقول محمد خليل أن شروط الصدر أو سيتم الاتفاق على خريطة الطريق بشروط الصدر التي سيضعها خلال هذا اللقاء. هنا نسأل ما الشروط التي يمكن أن يضعها الصدر؟ هل يمكن أن يقبل بحكومة من دون الكاظمي؟ يعني أنا اللي أسمع من خلال الإعلام وليس من خلال اللقاءات المباشرة أو حتى بعض التسريبات اللي تصنع أنه يأتي شخص معتدل متفق عليه، وأعتقد هذه ما بها مثلب على أحد. أي شخص أمام العراق لا يوجد مقدس، فقط المقدس هذا الشخص المتفق العراق عليه لن يكون شيع سوداني. الأنبياء والأولياء، يعني إذا المشكلة يم الأستاذ محمد الشاع السوداني ما نخلي حجر عثرة أمام العراق، رغم أنه أنا أحترم الرجل وعندنا علاقة طيبة به، لكن مصلحة البلد تستوجب أن يجي رجل معتدل. هو ما احنا ما ندري به معتدل بس، ولكن في كتلة سياسية مؤثرة بالشارع لا تقبل بترشيحه. نأتي إلى الخيارات الأخرى، عندنا خيارات ناس معتدلين ومحترمين، عندنا السيد قاسم العرجي من الشخصيات الوطنية، عندنا جواد البولوني، عندنا العبادي، عندنا آيات علاوي، عندنا كثيرين يعني وبعض كثر يعني ممكن أن يتفق عليهم. يعني الشيعة بهم علماء، يعني بهم علماء وبهم هذه الأسماء مطروحة رسميا. يعني معقولة ما نجبنا واحد معتدل نحطه؟ نعم، هذه الأسماء مطروحة رسميا أم هذا رأي شخصي بالنسبة لك؟ ما مطروحة، أنا دا أطرحها، أنا ما دا أطرحها ولا دا أوجلها، بس دا أقول يعني أنا رجل سياسي مشارك بالعمل السياسي ومؤمن بالعمل الديمقراطي بالعراق، وضحينا من أجل هذا العمل حقيقة الأمر. وأكو ناس كثيرين معتدلين يعني، سواء كان السيد محمد شاع وغيره، يعني أي شخص ممكن يصير عليه اتفاق، تتفق الكتل السياسية يأتي لحكم العراق لفترة محددة لا تزيد عن سنة ونص مثلا، حتى نقدر نهيئ هذه الظروف، ظروف البلد. أنا اليوم أنا قدامك الناس جابتني، اليوم البرلمان معطل لمدة 7-8 أشهر، حتى بريدنا واقف. احنا أوعدنا الناس قضايا العفو، قضايا المغيبين، وقضايا هيبة الدولة وحصر السلاح وكثير من الأمور. الآن ما نقدر شنو بس نوعد بالعالم، احنا على اساس احنا معطلين وواقفين لحد هذه اللحظه؟ جابتنا الشعب العراقي، جابنا
احنا ما جينا ورث من ابهاتنا او من عشائرنا، ناس جابتنا خلتنا بهذا المكان، قدمنا برامج وعلى اساس البرامج جابتنا خلتنا بهذا المكان حقيقه. لذلك يعني التاخير بعد اكثر والانسداد السياسي اكثر، هذا مشكله. واذا عدنا الانتخابات ورجعت نفس الطاس ونفس الحمام ورجعت نفس الثلث المعطل ونفس القانون والثلثين والمادة 76 وتفسيراتها والكوارث اللي بيها، شلون هم نردنا ان نسوي انتخابات ونصرف فلوس ونجيب وتعال ومدري ايش ورد ننتظر حتى بشكل الحكومة. الحكومة لا، هذا اني المفروض كلنا نتفق عليه، هذا اني نتفق عليه. طيب. في مجلس النواب الان وضحت يعقد جلسات في مجلس النواب ويأتي شخصية واضحة ومعتدلة ونتفق على مسار العمل الديمقراطي بالعراق. نعم، أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من بغداد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم الوطني النائب عبد الكريم عبطان نجبوري، شكرا لك. من بغداد ينضم إلينا أيضا رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية دكتور مناف الموسوي. أرحب بك دكتور مناف، وأنتقل بهذه النقطة التي طرحها الضيف قبل قليل، الحديث عن أن تشكيل الحكومة هو الحل، وهذا ما تطرحه أيضا المبادرة، مبادرة الوفد الثلاثي الذي سيستقبل من قبل الصدر. هل التيار الصدري جاهز لترك البرلمان ليستأنف عمله بما أننا نتحدث عن تشكيل حكومة جديدة؟ سيدتي في البداية أني أحييك وأحيي جميع متابعي مشاهدي قناة العربية الحدث. يعني بالتأكيد ضمن الشروط الموضوعة، ضمن المطالبات الشعبية المقبولة اليوم، نعم الجميع اتفق على حل البرلمان والذهاب للانتخابات مبكرة، وبالتالي آليات حل البرلمان الحديث عن تشكيل حكومة. اليوم ضيفك الكريم قبل قليل كان يتحدث عن حكومة عادلة، ما هي شروط الحكومة العادلة؟ كيف من الممكن أن نتحدث ونقول أن هذه الحكومة العادلة؟ الحكومة العادلة هي الحكومة التي لا تنتمي إلى جهة سياسية محددة، وبالتالي تكون قادرة على تهيئة وتوفير بيئة انتخابية آمنة، من الممكن أن تذهب إلى انتخابات شفافة، من الممكن أن تكون قادرة على إعادة الثقة مع الأغلبية الصامتة الممتنعين عن التصويت ومحاولة جذبهم للعودة إلى صناديق الاقتراع. هذه الحكومة لا تتشكل من خلال أسماء يتم طرحها، هم بالنتيجة تابعين إلى جهة سياسية معينة وهو الإطار التنسيقي. كيف من الممكن أن نثق بحكومة مقبولة اليوم على ما يبدو أن هنالك خلافا واضحا داخل الإطار التنسيقي؟ لاحظنا تسريبات بعض الإعلاميين المقربين من دولة القانون كانوا يتحدثون عن ربما وجود خلاف في فريق داخل الإطار التنسيقي يريد أن يجدد الثقة للسيد الكاظمي، ربما من ضمنهم السيد هادي العامري، ربما السيد حيدر العبادي الجزء المعتدل الموجود، وهنالك ربما أيضا تدخلات خارجية في هذا المجال للتجديد إلى السيد الكاظمي للذهاب إلى الانتخابات المبكرة. العامري مستعد للتجديد للكاظمي دكتور مناف؟ السيد العامري مستعد، ليست لديه مشكلة السيد العامري. من يعترض على التجديد للسيد الكاظمي هم دولة القانون، السيد المالكي وعصاب أهل الحق الشيخ قيس الخزالي، هؤلاء من يعترضون على يعني تجديد الولاية للسيد الكاظمي. هل يكون حتى وإن لم يكن السيد الكاظمي الشرط الذي لن يتنازل عليه الصدر؟ لا ليس بهذا القياس. يعني اليوم خلينا نتفق ان هنالك تظاهرات شعبيه وان هنالك رايا شعبيا ومطالبات شعبيه، وهنالك ايضا دعوات لعوده التظاهرات من قبل التشرينيين في 11، وبالتالي انا اعتقد اليوم يعني على الرغم من بعض الخلافات الموجوده ما بين التشرينيين والتيارين، لكن بالنتيجه اعتقد ان هنالك وحده هدف ربما يتفقون عليها، وهم رفضهم لحكومه اطاريه. يعني اذا شكلنا حكومه اطاريه ما الفائده للذهاب للانتخابات مبكره وهذه الدماء التي سقطت في تشرين او حتى في عاشوراء؟ يعني ما الهدف اذا نعود الى نفس التيار الصدري لمظاهرات التشرينيين؟
لا شوفي يعني التشرين لهم لونهم الخاص ولهم بالنتيجة يعني وضعهم الخاص، وبالتالي هم جهة مجتمعية موجودة رافضة للإشكالات التي حدثت يعني من قبل الحكومات السابقة والتي أدت إلى حدوث أزمة الثقة، وسببها بالتأكيد الحكومات التوافقية، وسببها هو سوء الإدارة الذي يعني أنتج هذه الأزمة. بالنتيجة اليوم التيارين أيضا إذا لم تكن هنالك رسائل إيجابية من قبل الإطار فيما يتعلق بمطال المتظاهرين والخاصة بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة عادلة قوية غير تابعة إلى جهة سياسية معينة لا للتيار ولا للإطار وتكون قادرة، أعتقد هذه نقاط أساسية على أساسه نتحدث عن عودة تظاهرات الصدريين أيضا إذا لم يتم الاتفاق، فمن الممكن أن تعود التظاهرات الصدرية من جديد، وبالتالي أعتقد أن مساحة التظاهرات سوف تكون أوسع لكن الهدف والمطالبات سوف تكون موحدة. طيب دكتور مناف، الكثير من التصريحات صدرت عن الديمقراطي الكردستاني مؤخرا، وربما باتت الخريطة واضحة في شروطها التي ستطرح أو على الأقل في مقترحاتها التي ستطرح على مقتدى الصدر. في المقابل هناك من يقول إنها محاولة ربما لممارسة مزيد من الضغط أو ممارسة ضغوط على الصدر، وبالتالي في حالة الرفض يمكن حتى لحلفائه أن يروا أو يسيروا في طريق آخر. سيدتي، السيد الصدر خرج من العملية السياسية واستقال نواب التيار الصدري وحول مشروعه التغييري الإصلاحي من العملية السياسية إلى القواعد الشعبية وإلى الشارع. بالنتيجة يعني حتى وإن تخلى يعني حلفاء التيار الصدري، ولو أنا أعتقد أن هنالك موقفا أخلاقيا، لأن بالنتيجة السيد الصدر هو ليس طالب للسلطة وإنما هو صاحب مشروع يتعامل مع المشروع. السيد الصدر قدم أكثر من مرة الكثير من التنازلات والكثير من المبادرات في سبيل إصلاح هذا النظام، لكن أقول من يقف ضد عملية الإصلاح ويصر على الذهاب إلى الحكومات التوافقية ويصر على المضي ضمن قواعد اللعبة السياسية هو من يعطل هذا الموضوع. لذلك أقول أن السيد الصدر وقد حاولوا الضغط عليه كثيرا أيام تشكيل الحكومة ووجدوا أن السيد الصدر صلب في مواقفه، لا يتنازل في هذا الموضوع بالذات. السيد الصدر يعني قدم لهم الحكومة واقترح أن يذهبوا إلى المعارضة، لكن بتنفيذ مشروع الإصلاح من خلال يعني إيجاد قاعدة جديدة متمثلة بالمعارضة الشعبية داخل البرلمان بالإضافة إلى الحكومة، مع عدم السماح إلى عودة الفاسدين من جديد إلى تشكيل حكومة أو التسلط في هذا الشكل. اليوم إذا لم يعني مهما كان الضغط، أعتقد أن السيد لن يتخلى عن مشروعه ولن يتنازل، خصوصا أن هذه المطالب اليوم أصبحت مختومة بدماء الشهداء ودماء الجرحى الموجودين. بالتالي إذا لم يكن هنالك تنازلا واقعيا حقيقيا من قبل الكتل السياسية، وأعتقد اليوم أن هنالك توافقا كثيرا ما عدا بعض الأطراف المتمثلة بدولة القانون والتي تصر على الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية. رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. الأخبار الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. قتيلان من قوة النظام السوري في قصف تركي بريف عين العرب. أهلا بكم مجددا في الأخبار الليلة. القتال على حدود سوريا وتركيا يتجدد ويتجه إلى التصعيد. اليوم أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الحربي التركي استهدف بعدة غارات مواقع لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة قرموه ومناطق أخرى واقعة بريف مدينة عين العرب كوباني شرقية حلب، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. المرصد السوري أكد مقتل 3 من قوات النظام المتواجدين في الموقع، وقال إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود معلومات عن قتلى آخرين، بالإضافة لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة بحسب المرصد السوري.
موجات هي بدأت خلال اليومين الفائتين باستهداف طائرة مسيرة تركية لخمسة عناصر وقياديين من قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي. بعد ذلك جرى اعتقال نحو 60 شخصا ما بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية ومدنيين وأسلام قوات النظام للتحقيق معهم بسريعة التعاون مع الاستخبارات التركية. صباح اليوم كان هناك ردا على الاستهداف المسير التركي، استهداف للأراضي التركية وقتل جندي تركي. بعدها جرى قصف جوي على مناطق عدة في داخل الأراضي السورية، سواء من قبل الطيران الحربي الذي حلق داخل الأراضي التركية واستهدف موقع لقوات النظام ومواقع أخرى لقوات سوريا الديمقراطية. حصيلة العملية العسكرية اليوم مقتل جندي تركي اعترفت به تركيا ومقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام خلال استهداف مركز لقوات النظام في قرية كرموغ في نحو 15 كيلومتر شرق مدينة عين العرب كوباني. أي أن التصعيد مستمر، وعداء عن هذا التصعيد كان هناك قصف على طول الشريط الحدودي من شرق كوباني وصولا إلى ريف الحسكة الشمالي الغربي بنحو 80 قذيفة. جرى استهداف تلك المناطق من قوات تركية داخل الحدود التركية ومن ما تعرف بقوات الدفاع الوطني الموالية لتركيا. إذن على وقع الحديث عن تقارب أنقرة ودمشق سياسيا، عادت تركيا إلى شن غارات جوية استهدفت مواقع لقوات النظام وقصد بريف مدينة عين العرب شرقية حلب. هذا القصف أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، والعدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة وفق المرصد السوري، وما يجعل من مناطق شمال شرق سوريا ذات خصوصية بالنسبة لتركيا أنها تحت سيطرة قسد التي تعتبر أنقرة إرهابية. ومع بداية الحديث عن رغبة تركيا شن عمليات عسكرية، وضعت قسد يديها في يد النظام للرد على أي هجوم محتمل، مع العلم أن العملية العسكرية التركية تأخرت على ضوء تفاهمات وحديث عن ترتيبات متوقعة بين النظام التركي مع النظام السوري. ولكن ورغم تجدد القصف التركي على مناطق نفوذ قوات قسد بريف حلب الشرقي دون تسجيل خسائر بشرية، أما في محافظة الحسكة جددت قوات تركيا والفصائل الموالية لها قصفها المكثف على مناطق الإدارة الذاتية بريف المحافظة، وبنحو 60 قذيفة صاروخية قصفت تركيا مناطق في قرى بن عمودة والقامشلي وهي الجرنك وهرموش وبدلو، بالإضافة إلى مركز منطقة أبو راسين وقرى تل الطويل والطويلة وقرية عبوش وكذلك كربشك بريف الدرباسية الغربي. ولم يستثني القصف التركي أيضا قرية تل زيوان شرقية مدينة القامشلي وقرية روتال السريانية وشمال غرب ناحية قحطانية. وفي أعقاب ذلك اعتقلت قوات قسد 35 من عناصرها و21 من المدنيين و2 من قوات النظام بعين عيسى، ذلك من أجل التحقيق معهم بشأن الهجوم التركي الأخير لكشف المتخابرين ممن يزودون المخابرات التركية بإحداثيات المواقع العسكرية. وفي الرقة الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية حاليا شهدت خلال الشهر الجاري محاكمة 15 شخصا متهمين بالعمالة للمخابرات التركية. على ضوء ذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق 13 شخصا من المتهمين، بينما لم تصدر حكمها بشأن 2 الآخرين. من باريس ينضم إلينا كادر بيري رئيس مؤسسة كرد بلا حدود، وأيضا من إسطنبول دكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والباحث السياسي. أرحب بكما على شاشة الحدث. أبدأ مع ضيفي من إسطنبول دكتور مهند. بداية بما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان هو أن هجوم قسد أو استهداف قسد للأراضي التركية جاء بعد هجوم من مسيرة تركية، هل تؤكد لنا ذلك؟ سعدي مساء أستاذ ياسمين وجميع المشاهدين. طبعا لا أتفق مع هذا التصريح، لأن تركيا فيما يتعلق بضرب
القادة الانفصاليين الإرهابيين، ولا أقول هنا القادة الكرد لأن المكون الكردي هو مكون أساسي لكل من الشعب السوري وللشعب التركي، ولكن هؤلاء يلبسون لباس الكردية ويحاولون أن يقيموا دويلة من خلال تقسيم ثلاث دول هي تركيا والعراق وسوريا. تركيا في هذه الاستراتيجية منذ شهور وهي تعتمدها من خلال اغتيال أو استهداف بشكل أدق أولئك القادة الذين يكونون في الشمال السوري أيا كان موقعهم. نعم ندرك تماما هنا في الداخل التركي أن تركيا قد أتعبتهم من خلال هذه المسيرات، ولكن هنا نقطة مهمة، هذا الاستهداف الذي وصل إلى الداخل التركي ربما له خلفيات أبعد من أن تكون تركيا تستخدم المسيرات. تركيا بشكل شبه يومي أو يعني بشكل مستمر تقوم باستخدام المسيرات لاستهداف أولئك القادة الإرهابيين. يبدو لي أن إيران من جهة وقصد تدرك تماما أن أي تقارب محتمل بين مزدوجين ما بين كل من أنقرة ودمشق سوف ينعكس عليها سلبا، وهناك تعليمات إيرانية وتحريك إيراني واضح في هذه في هذا الملف من أن تقوم هؤلاء الخبراء الإرهابيون بضرب الداخل الذي يتم الحديث عنه. لكن قبل ذلك أود أن أشرك ضيفي من باريس في العديد من النقاط التي ذكرتها. سيد كدار أجدد الترحيب بك وأسأل في البداية، ما الذي حدث حتى طال القصف التركي أو الهجوم التركي قوات النظام السوري؟ متى انتشرت هذه القوات في هذه المناطق؟ تحية لك ولمشاهديكم. الحقيقة أن ما يقوم به الاحتلال، دولة الاحتلال تركيا، هي على مدى عدة سنوات الأخيرة منذ بداية احتلالها لمدينة عفرين ومؤخرا مدينتي تل أبيض ورأس العين، وهي تريد السيطرة على الخط الدولي أو ما يعرف بإم فور. محاولات تركيا تلك هي لزعزعة استقرار المنطقة. تركيا تريد إحياء داعش من جديد، لا تريد تركيا أن تكون هناك استقرار في تلك المنطقة. لم يكن هناك أي اعتداء باتجاه الدولة التركية سابقا قبل أن يتم احتلال هذه المدن وإحداث التغيير الديموغرافي وحالات القتل الجماعي التي حصلت في تلك المناطق، وإنما أي عملية عسكرية تركية خارج نطاق المعروف أو النطاق الذي يتحدثون عنه بأن تركيا سوف تقوم بالرد على أي هجوم. لكن تركيا على طيل هذه السنوات وهي عبر المسيرات وعبر القصف المباشر، اليوم تجاوز الموضوع موضوع القصف المسيرات وإنما كان هناك قصف مباشر. عندما يكون هناك استهداف سواء كان عناصر لقسد أو قيادات قسد، تلك القوات التي حاربت إرهاب والتي تدعي الدولة التركية بأنها تحارب الإرهابيين، فهؤلاء هم من حاربوا الإرهاب حقيقة، وتركيا كانت من تقوم بدعمهم. قيادة قسد قد اتخذت قرار منذ أمد ليس بقريب وإنما من بعيد بأنه عندما يكون أي هجوم، وذلك عبر الاتفاق منذ العام 2019 أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي راعته أمريكا وروسيا معا، بأن أي هجوم من قبل الدولة التركية، دولة الاحتلال راعية الإرهاب هذه، سوف يكون هناك رد مباشر على الدولة التركية، وتركيا تدرك ذلك. لا يكون هناك أي قصف باتجاه تركيا إلا عندما تقوم تركيا بقصف المدنيين، وحالات كثيرة حصلت في مدينة القامشلي، استشهد طفلان قبل عدة أيام، أيضا تم استهداف مركز خاص بالأطفال الفتيات ومركز برعاية الأمم المتحدة، استشهد ست فتيات في ذلك القصف. كل هذا موثق لدى المنظمات الدولية وحتى لدى القنوات الإعلامية كقناتكم مثلا التي وثقت القصف التركي. تفضل دكتور مهند، أنتقل إليك دائما في إطار هذه التطورات الميدانية. هل عودة التوتر إلى هذه المناطق هو عودة أيضا للتفكير بالعملية التركية داخل الأراضي السورية؟ أتفق معك تماما بأن هذه الاعتداءات التي تأتي من أولئك الإرهابيين ليسوا فقط مدرجين لدى الحكومة التركية ولا الدولة التركية على أنهم إرهابيون، بل حتى لدى الدول حلف الناتو أصبحت مجموعات قسد مجموعات إرهابية بتوقيع كل من السويد وفنلندا ومباركة الأمين العام لحلف الناتو، وبالتالي هذه المجموعات الإرهابية هي منظمات إرهابية
ليست فقط لدى الدولة التركية بل حتى لدى الغرب، ولكن الولايات المتحدة لا تزال تدعمهم وتطعن في تركيا. في العودة إلى السؤال المهم، نعم تركيا اليوم سوف تؤكد تماما، لأن هناك ضغطا روسيا واضحا على تركيا بأن لا يكون هناك أي عمل عسكري. تريد روسيا أن يبقى الموقف أو التنسيق مباشرا ما بين كل من أنقرة ودمشق فيما يتعلق بالملف السوري، وتتفرغ هي للملف الأوكراني. ولكن ما يجري بين فينة والأخرى من اعتداء على الأراضي التركية واستشهاد الجنود الأتراك وجرح آخرين بشكل متتابع ومستمر، هذا يؤكد الرؤية التركية والطرح التركي بأن أولئك الإرهابيين لا يمكن أن نصل معهم إلى تسوية، وأن العمق 30 كيلومترا الشريط الحدودي الآمن الذي تطالب به تركيا هو ضرورة، وضرورة ملحة جدا. تركيا تضرب الإرهابيين، كان شكله كان داعشا، كان يلبس لباس الكردية كما قسد وغيرها. دكتور مهند، تركيا تحارب الإرهاب وتطلب من الدول. منذ بداية حديثك أرى اعتراض كبير وإشارات من قبل ضيفي من باريس، أود أن أمنحه الفرصة للرد على الكثير من النقاط التي ذكرتها. سيد كدر، يمكنك الرد وبعدها أطرح سؤالي عليك. يعني لضحض الافتراءات الدولة التركية ومن يقومون في الإعلام بالنيابة عن الدولة التركية باتهام قسد بأنها إرهابية، وهناك دول أخرى تدعم تركيا في هذا الاتجاه، فكل هذا الكلام كذب وغير صحيح. لا يوجد أي دولة قد صنفت قسد إرهابية إلا باستثناء الدولة التركية ومجموعات الإرهابيين المرتزقة الذين يعملون مع تركيا، سواء تنظيم القاعدة تحت اسم جبهة النصرة أو المجموعات الإرهابية المرتزقة التي قاتلت في ليبيا وقاتلت في ناغورني كارباخ. هؤلاء فقط، أما الدول فقسد هي جزء رئيسي من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. اليوم فقط دخلت أكثر من 100 شاحنة للتحالف الدولي لدعم قوات قسد. قبل عدة أيام كانت هناك مناورات عسكرية مشتركة بين قسد والتحالف الدولي. دبلوماسيي وقادة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقادة قسد يجوبون كل أوروبا كاملة. طيب، وصل الرد بهذا الخصوص، ماذا بخصوص العملية العسكرية التركية؟ حول العملية العسكرية التركية وسأجيب بكل بساطة وبدقة متناهية. تركيا إن كانت قادرة على فعل ذلك سوف تفعلها اليوم، لو كانت قادرة البارحة لفعلتها، وغدا إن كانت قادرة سوف تفعلها. تركيا إن لم تحصل على الضوء الأخضر من روسيا وأمريكا معا ومعها الأوروبيين لن تكون قادرة على فعل ذلك. لذلك هذا ما أوقف تركيا وأوقف حربها البربرية الإرهابية اتجاه كل مكونات شمال وشرق سوريا، من الكرد والعرب والسريان والأرمن والكلدانيين، من كل المكونات التي تعيش هناك والتي تتآلف في العيش، وهذا ما لا يعجب تركيا. وتركيا تريد عدم الاستقرار في تلك المنطقة. تركيا لن تحصل على الضوء الأخضر من هؤلاء الدول، ولن تحصل عليه في القريب العاجل. ضيوف الذي كان يشاركون على قناتكم أو قنوات أخرى تحدثوا حتى عن قبل عدة أشهر، طبعا تحدثوا عن لحظة الهجوم وكأنهم لديهم معلومات سوف تكون غدا وفي الساعة الفلانية. لكن كنا نقول لهم بأن كل هذا لن يكون، والآن نقول أيضا بأن هذا لن يكون، لأن وبكل بساطة الدول تعرف بأن تركيا تسعى إلى ما هو مصلحتها، ومصلحتها هي الفوبيا لدى. طيب، وربما يكون لذلك علاقة كما ذكر دكتور مهند قبل قليل بهذه الرغبة في التنسيق المباشر بين أنقرة ودمشق. أطرح عليك في عجالة هذا السؤال، التزامن بين الاستهداف التركي لقوات النظام السوري في ظل الحديث عن هذه المفاوضات التي تجمع بين الطرفين، هل يعيدها إلى الوراء؟ بالنسبة لقسد، عفوا سيد كدار، السؤال لضيفي من اسطنبول، تفضل دكتور مهند. يعيدها إلى الوراء، لأن الأرضية التي تسعى إليها روسيا والتي تقبلها تركيا في المرحلة الحالية من إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع النظام السوري يبدو أنها لن تتحقق في المدى المنظور القريب، لأن ليست فقط روسيا من يمكنها أن تضغط على النظام السوري، كذلك إيران لديها خططها ولديها أهدافها، وهي تعلم تماما أن أي تقارب برعاية
رعاية روسية ما بين أنقرة ودمشق سوف ينعكس سلبا على مصالحها في سوريا، لذلك هي تحاول أن تزيد هذا الشرخ وتحاول أن تبقي المسافة واسعة ما بين الطرفين، لأن أي تقارب هناك سوف يكون انعكاس على مصالحها أولا وانعكاس سلبا على أولئك الإرهابيين الذين المسمين بقسد الذين هم الجناح السوري. طيب اسمع ردا أخيرا من السيد كذا تحليلا ما يتعلق بقسد من هذه المفاوضات. سيد كدر يتحدث عن التداعيات إن حدث هذا التقارب أو التطبيع بين أنقرة ودمشق، استمع إليك. أولا، محاولة الإيحاء بأن إيران هي التي ضد هذه الاتفاقات وهي توعز لقسد بأن تقوم بعمليات عسكرية ضد تركيا من أجل فشل هذه المفاوضات، فليعلم الجميع ويعلم ضيفك أيضا هذا الذي تحدث من إسطنبول بأن الاجتماعات التي حصلت في البداية كانت في طهران وبرعاية إيرانية، اجتماعات التي حصلت بين الاستخبارات السورية والاستخبارات التركية حصلت في طهران وحصلت في بغداد برعاية إيرانية. إيران من ترعى هذه المفاوضات وفشلت ذلك ذهبنا إلى قمة ثنائية في سوتشي. لا أرجو عدم المقاطعة دكتور مهند لأنك أخذت وقتك كامل، تفضل باختصار. موضوع موقف 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 قسد من التعامل مع النظام، قسد دائما سعت إلى أن يكون هناك تفاوض أو هناك يكون حلول سلمية بين قسد وبين دمشق لحماية الحدود والدفاع عن السيادة السورية، لكن دمشق لا تملك قرار السيادة لأن القرار روسي إيراني، لذلك هما من ينوبان عنه بالإجابة. قسد دائما دعت إلى أن يكون هناك حوار بين مع النظام ومع كل أطياف السورية في المعارضة، وضحت الفكرة. لكن للأسف قسم ارتهن للتركي وقسم آخر ارتهن للنظام لصالح إيران وغيرها. قسد تسعى إلى الحوار بشكل دائم وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر. تفضل دكتور مهند، 10 ثواني. يعني عندما يقول هناك مفاوضات ما بين قسد وما بين دمشق، أي أننا نتكلم عن دولة ضمن دولة، أي نتكلم عن أن هناك احتلالا من أولئك الإرهابيين قسد الذين يريدون أن بشكل عملي أن يحولوا سيطرتهم على شرق الفرات أن يتحول إلى دولة. طيب العشر ثواني خلافة هنا التي تقول عنها تركيا أنها تريد وحدة الأراضي السورية، ولم نفهم شيئا. وأجزم أيضا أن المشاهد لا يفهم خلال حديث من طرفكما. أشكركما جزيل الشكر وأنهي على ذلك. ضيفينا من باريس كدار بيري رئيس مؤسسة كرد بلا حدود، ومن إسطنبول دكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما. الأخبار الليلة متواصلة وفيها بعد الفاصل ناشط سياسي يمني يكشف خفايا استعراضات الحوثية العسكرية. أرحب بكم من جديد. الجدل المتواصل في اليمن بعد استعراض العسكري للحوثي، لكن تفاصيل خفايا ما جرى كشفتها اليوم عدة مصادر. ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط أن العرض الذي أقامته الميليشيات أخيرا في ميدان 70 بالعاصمة المختطفة صنعاء بذكرى انقلابها على الشرعية في اليمن كان قد سبقه بأيام شن حملات استقطاب وتحشيد واستقدام غير مسبوقة طالت شبانا ومراهقين من صنعاء وريفها ومدن إب ودمار وعمران. أضافت مصادر الصحيفة أنه تم تعمد اختلاق الميليشيات أزمة مشتقات نفطية بهدف بيع مخزونها المكدس في السوق السوداء بأسعار خيالية لتغطية نفقة الاستعراض. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء للصحيفة، فإن الميليشيات مارست قبل الاستعراض ضغوطا كبيرة ضد وجهاء قبليين ومشرفين ومسؤولين محليين في العاصمة وريفها لإجبارهم على جمع أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في عرضها العسكري.
وفي الداخل، أثارت العروض العسكرية الحوثية سخطا شعبيا من الحشود والمظاهر العسكرية في وقت يعاني الأهالي من أزمات معيشية خانقة وانعدام الرواتب واتساع مساحة الفقر. الناشط اليمني علي البخيتي كشف خبايا هذه الاستعراضات وقال إن الحوثي حشد للعروض العسكرية شبابا من حارات صنعاء وعاطلين عن العمل وسائقي دراجات نارية ومتطوعين من صعدة وذمار وحجة، مشيرا إلى أن الميليشيات احتجزت الشباب 15 يوما في معسكر تدريبي، إلى أن صدامات اندلعت بين المحتجزين والجنود أصيب خلالها 400 شخص، واعتدى شباب من صعدة على آخرين من صنعاء، وتدخلت ما يسمى قوات مكافحة الشغب الحوثية لضبط الوضع. وعند انتهاء العرض صدم الجنود لأن مستحقاتهم التي وعدوهم بها لا تتجاوز 10,000 ريال، أي 20 دولار، وهنا حدثت مشكلة ورفضوا المبلغ. البخيتي قال إن عشرات المجندين شربوا من ماء غير نظيف وأصيبوا بتسمم حاد، وتم نقل الكثير منهم إلى المستشفى. ينضم إلينا من القاهرة العميد الركن محمد الكميم، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني. أهلا بك سيد العميد. بداية، إذن يعني محاولة لتصوير الحوثي في ذكرى الانقلاب على أنه تلك القوة التي يجب يعني أن تبهر الجميع، وفي الخفايا كثير من التفاصيل، هل تؤكد لنا ما ورد حول هذه التسممات وأيضا الاشتباكات بين شباب صعدة وصنعاء وغيرها من التفاصيل؟ أولا تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. نحن قد تكلمنا أيضا في كثير من القنوات، وتكلمنا أيضا في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الاستعراضات الوهمية وعن كثير من خباياها وخفاياها، ونحن من أبناء اليمن ونعلم ما يدور هناك. يعني لنا أهل ولنا أصدقاء ولنا قادة عسكريون موجودون في الميدان ولنا أصدقاء يشاركون في تلك العروض الوهمية، وتواصلنا مع كثير من المشايخ ومن العقال الذين أكدوا تلك الحقائق التي تم ذكرها. الحوثي يعني لو تلاحظوا الاستعراضات هي عبارة عن استعراضات لا قيمة فنية لها، هي استعراضات لقوة لا تنتمي إلى أي وحدات عسكرية معروفة ولا إلى تشكيلات تخصصية معروفة. يفترض أن تلك الاستعراضات لوحدات رمزية تظهر قوة الجيش وتظهر إلى مدى أي مدى وصلت تلك القوات من احترافية ومهنية وتستعرض قوات العسكرية. الاستعراضات لا تفتقر إلى كل عناصر المهنية، وتلك الوحدات التي شاركت لا تنتمي إلى وحدة تخصصية، يعني ليست من ضمن وحدة المشاة ولا ضمن وحدة المشاة الميكا ولا ضمن وحدة المدفعية ولا ضمن وحدة الدروع. تلك قوات معروفة أنها مجاميع وهمية عبارة عن اللجان الشعبية التي تعمل في وسط صنعاء، إضافة إلى القبائل، إضافة إلى كثير من العاطلين الشباب الذين جمعهم من الشوارع ومن الحارات ومن القرى، ضغطوا على مشايخ وعقال اليمن وعقال أمانة العاصمة لحشد أكبر عدد ممكن من الشباب للانخراط في تلك العروض. تلك العروض نفسها هي الكتلة الأكبر التي عرضت في عمران، هي التي عرضت في ذمار، هي التي عرضت في صنعاء، هي التي عرضت في الحديدة، ثم عادوا مرة ثانية إلى صنعاء. تلك العروض لا تعكس حقيقة. طيب سأعود معك إلى الضغوط سيد محمد التي مورست من أجل تحشيد الشباب وأيضا المراهقين، لكن أود أن أركز معك على مسألة المناوشات بين الشباب من صعدة وأيضا شباب من صنعاء، إلى أي مدى يعكس ذلك حجم خلافات موجودة داخل الحوثي؟ أختي الكريمة، يعني حاجة بالعقل، يعني هو أخذ مجموعة من الشباب وأخذ مجموعة من الناس الذي بيشتغل في الألقات والذي معه عمل ولصاحب التكس وصاحب لهم مهام مهن أخرى، تم تجميعهم في معسكر النجدة وعلى أساس 3 أيام إلى 4 أيام بروفات عرض ثم يعرضوا، تأخروا أكثر من 10 أيام. كل هؤلاء الشباب الذين لديهم أعمال أخرى ولديهم من أخرى أرادوا أن يخرجوا أن يغادروا المعسكر، تم استئجار مخيمات الأعراس التي تقام في اليمن ونصبوها في معسكر النجدة، لا يوجد تغذية المعروفة ولا يوجد مياه نظيفة ولا يوجد أي تهيئة لاستقبال هذا العدد والكم الكبير من البشر. طبيعي، وهي قوات ليست منتظمة وليست احترافية وليست مهنية ولا تعرف من العسكرية شيء،
يعني عبارة عن خليط من القبائل ومن الناس الغير معروفة، يعني طبيعيا تحصل تلك الخلافات وتحصل تلك المناكفات، يعني كيف يتم تجميع 10 إلى 15 ألف يوسط معسكر بهذا الشكل؟ يعني حقيقة واضحة ومعروفة وقد تناقلت جميع الناس الأخبار هذه تم تداولها. طيب سيد محمد، بالنسبة ما بين تحشيد الشباب والمراهقين، ما الضغوطات التي أوصلت القبائل إلى الموافقة؟ في العادة كان هناك حديث عن رفض للقبائل خصوصا فيما يتعلق بالقُصّر، اليوم كانت هناك أو في هذه الاستعراضات كانت هناك مشاركة للقُصّر، ما الضغوطات أو التهديدات التي يمكن أن يكونوا تعرضوا إليها؟ اصلا الحوثي الايراني يمارس ضغوط بكافه انواعها، يعني يمارس اساليب الترغيب ويمارس اساليب الترهيب ويمارس اساليب الضغوط الكبيره جدا على المشايخ والعقال، ويجي لهم بكل الطرق والوسائل، نحن في عدوان، نريد ان نستعرض، نحن نريد ان نشارك، الشيخ الذي ما لا يشارك ينحط تحته علامه حمراء ويتم ضمه في القائمة السوداء، الشيخ الذي لا يشارك يتم حرمان قبيلته وقريته من أي أشياء تخص المساعدات الغذائية والإنسانية، الشيخ الذي لا تشارك قبيلته يعاني ضغوط شديدة ويتم تهميشه في كثير من القضايا ويتم اعتباره وصلت عميل الفكرة. ومرتزق ومرجف. وأعتذر منك على الشيخ الذي لا يشارك. ضيفنا من القاهرة العميد الركن محمد الكوميم المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، شكرا جزيلا لك. ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة. تغيير مواقف أم ضغوط؟ حلفاء للصدر يلمحون بقبوله المشاركة بالحكومة، وعودة البرلمان مطروحة للتفاوض. تسممات حادة، اعتقالات وصدامات داخلية، ناشط يمني يكشف خفايا استعراضات الحوثي الجدلية. شروط متبادلة قبل التطبيع، تسريب مفاوضات دمشق وأنقرة عنوانها عودة اللاجئين وسحب القوات. شظايا الحرب تسقط بأراضي روسيا والتجنيد معركة موسكو رغم حزمة التحفيزات والأموال. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أهلا بكم من جديد. بسرعة انقطعت علاقة تركيا ونظام الأسد بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، وبسرعة أكبر تسير عملية تطبيع العلاقات بينهما الآن. فبعد تهيئة الأجواء سياسيا وتخفيف حدة التصريحات والاتهامات، حطت طائرة رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان في دمشق لإجراء مباحثات مع مدير الأمن القومي بالنظام السوري علي مملوك، مباحثات كشفت تفاصيلها صحيفة صباح المقربة من الحكومة التركية التي قالت إن ما دار بين الرجلين كان بمثابة محاولة لوضع خريطة طريق للعودة الآمنة للاجئين السوريين من تركيا. الصحيفة قالت إنه جرى مناقشة القضايا ذات الأولوية بين الطرفين وهوامش المرونة والبنود الرئيسية لخريطة الطريق التي يجب اتباعها من الآن فصاعدا. أضافت أن أنقرة طلبت من دمشق إلغاء المرسوم رقم 10 للعام 2018 الذي يقضي بسحب ملكية العقارات من السوريين خارج البلاد، والذي فسر حينها على أنه عقاب جماعي من النظام للسوريين في دول اللجوء، حيث طالب الجانب التركي بإعادة العقارات إلى أصحابها وتهيئة ظروف العمل والتوظيف وضمان عدم إصدار أي أحكام بحق اللاجئين العائدين إلى سوريا بحسب صحيفة صباح. تلك هي شروط الأتراك التي قابلها النظام بشروط أخرى. قالت صحيفة صباح إن أولها كان طلب سحب القوات التركية من كامل الأراضي السورية، هذا المطلب ردت عليه تركيا بالقبول، إنما ستقيمه لاحقا بحسب صحيفة صباح. كما اشترطت استكمال العملية الدستورية وإجراء انتخابات حرة، بالإضافة لتجديد اتفاقية أضنة بشكل
بشأن مكافحة الإرهاب الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998. أما حول ما يدور على لقاءات سياسية رفيعة، قالت صحيفة صباح إنه من غير المتوقع عقد لقاءات على مستوى الوزراء بالوقت الراهن أو لقاء بين أردوغان والأسد. أرحب بضيفينا من دمشق عمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية، ومن إسطنبول دكتور بكير أتجان مدير معهد إسطنبول للفكر. أهلا بكما على شاشة الحدث. دكتور بكير، أبدأ معك بآخر ما أوردته جريدة صباح، هذه الجزئية المتعلقة بأن أي لقاءات غير ممكنة في الأيام أو الأشهر المقبلة، على عكس ما تم الحديث عنه وما سرب من أنباء حول لقاء بين وزيري خارجية كل من أنقرة ودمشق. أين وصلت هذه اللقاءات والمفاوضات؟ ما هو الأصح؟ مساء الخير، تحياتي لكم. نعم، أولا يجب النظر إلى ما ذكر في الصحيفة، هي جزء بسيط من ما حصل بين الوفد التركي والوفد السوري، وخاصة من الناحية الاستخباراتية. نعم، هناك شروط كثيرة طرحتها تركيا، وأيضا بالمقابل شروط كثيرة طرحتها نظام الأسد من تركيا، ولكن ما زالت هناك يعني فجوة كبيرة بين الطرفين لعقد اجتماع خلال فترة قصيرة. ولكن لابد، أو لا أقول لابد، هناك اجتماع سوف يحصل خلال شهرين، ماكسيموم خلال شهرين، ربما تكون حتى قبل، بين وزير الدفاع التركي ووزير الدفاع السوري، عفوا وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السوري. المكان واليوم غير معروف إلى الآن، ولكن هناك اجتماع سوف تكون ربما بوساطة روسية أو بوساطة دولة أخرى. لكن دكتور بكير، الصحيفة قالت أن أي لقاءات بين المسؤولين غير ممكن في على المدى القريب على الأقل. نعم، هذا الكلام صحيح، وأنا أقول في المدى القريب لا توجد، يعني إذا حصل لقاء سوف يحصل خلال الشهر، ليست القادم وإنما اللي بعد القادم، يعني في شهر 11، وتكون في نهاية شهر 11 إذا حصلت. وأعتقد بأن من حيث المبدأ الطرفين وافقا بأن يلتقيا، ولكن كما أشرت
المكان واليوم غير معروف إلى الآن، لأن الطرفين أبدى استعداد ما أن يكون هناك لقاء بين وزير خارجيتين. طيب إذا كان هذا اللقاء لكن على مستوى الزمان والمكان غير معروفين، فإن الشروط تبدو معروفة على الأقل حسب ما أوردته جريدة صباح المقربة من الحكومة التركية. أنتقل ببعض من نقاطها إلى ضيفي من دمشق سيد عمر، اطلعت عليها، نتحدث عن عودة اللاجئين، وأيضا النقطة المهمة الحديث عن تنظيم انتخابات وصفت بالشفافة. إذا كانت هذه الشروط التركية، ما الذي ستستفيده سوريا أو دمشق من هذا اللقاء؟ تحية لك يا أستاذ المشاهدين. يعني في الحقيقة نحن لازلنا نعيش زمن البروباغندا، يعني بداية بالتطبيل للقاءات أمنية، ثم الترويج للقاءات سياسية، ثم الحديث عن شروط، ثم الحديث عن موافقة على هذه الشروط، وكل هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح. أما الزيارة التي تحدثت عنها رويترز بلقاء بدمشق، يعني سوريا، الموقف السوري حتى اللحظة كان يأخذ موقف النفي، والآن دخل في مرحلة الصمت عندما وجد بأن هناك سيلة من التصريحات والتسريبات التركية عن لقاءات هنا وهناك، نفى، وآخر نفي كان في شهر نيسان الماضي. ثم بعد ذلك لكثرة التصريحات لم يعد يكترث تكترث القيادة السورية بنفي أو تأكيد هذه المعلومات. هذا من حيث المبدأ. ثانيا، من يريد أن يعرف طبيعة القيادة السورية، عندنا احتلال إسرائيلي منذ عشرات السنين حاول كثيرا للتطبيع والتقريب وكذا، وبالبناء على الواقع باحتلال أرض الجولان، لكن سوريا رفضت ولا زالت حتى تاريخ اللحظة ترفض وتتعرض للقصف من إسرائيل، وهي ترفض التطبيع وترفض الجلوس مع هذا العدو. وكذلك التركي هو دولة محتلة لسوريا، لأراضي سورية. فالحديث عن لقاءات سياسيين، يعني أن أقول اللقاءات السياسية، طيب سيد عمر، هذه قراءة شخصية أم أن لديك مصادر تطلعك على ذلك؟ طبعا أنا في سوريا وأعيش في سوريا ولا أتحدث، يعني أنا لا شك أنني أقول هذه قراءة شخصية، لكن نحن نعتمد على المعلومات التي تصدر عن الوزارة الخارجية وعن الإعلام الرسمي. حتى اللحظة الإعلام الرسمي والوزارة الخارجية كانت تنفي اللقاءات بين الأتراك والسوريين، والآن ثم دخلت مرحلة الصمت، هي لا تعلق على كل هذه الأخبار التي ترد من هنا وهناك. لكن أقول الحديث عن لقاءات سياسية لا يمكن أن يتم إلا طيب بعد الانتقال الأمنيين من النفي إلى الصمت، ألا يعني أن هناك فعلا لقاءات يتم التحضير لها على الأقل؟ أنا أقول اللقاءات السياسية لا يمكن أن تتحقق إلا بعد الوصول إلى اتفاقات بين طيب. الأمنيين، لكن في حتى تاريخ اللحظة لا يوجد هناك اتفاق. يعني تركيا تريد أن تتفق على الوضع الواقع، على الوضع القائم طيب. حاليا، بين الأمنيين بعد لقاءات سوريا. طيب بين الأطراف الأمنية من البلدين أو من الجانبين. دكتور بكير، أعود إليك بهذه البنود التي، ويمكنك الرد طبعا على ما قاله الضيف من دمشق، هل فعلا يمكن أن نشهد لقاء بين وزيري الخارجية في كل من أنقرة ودمشق فقط بعد التوافق على كل الشروط؟ عزيزتي، لا، غير ممكن. اللقاء سوف تكون بدون توافق على الشروط. هناك وفد تأجل الزيارة خلال الأسبوع الماضي، كان يجب أن تكون في دمشق ولكن تأجلت زيارة هذا الوفد لأسباب خاصة، وهذا الوفد وفد مدني من الجمعية، يعني من الأحزاب، ممثلين عن الأحزاب، عن شخصيات مستقلة ومدنيين، يعني ليست لهم علاقة في الدولة مباشرة، من أجل يعني أن تكون وساطة بين الطرفين. ولكن سوف يتبعها بعد هذه الزيارة زيارة أخرى، هي زيارة دبلوماسية بامتياز موظفين من وزارة الخارجية. لذلك أنا قلت اللقاء التي من الممكن أن يكون هناك لقاء تجمع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السوري لا تكون قبل نهاية شهر 11، والدليل على ذلك هذه بعد أن تتم هذه الزيارات
المتتالية، الوفد الأول هو مدنيين والوفد الثاني دبلوماسيين من وزارة الخارجية، ومن ثم تكون هناك لقاء، ولكن هذا لا يعني بأن هذا اللقاء أيضا هناك توافق سوري تركي، لأنني كما أشرت قبل قليل ليس من الأمر السهل أن تكون هذه الاتفاقيات بسهولة بين سوريا وتركيا، لأن فجوات كبيرة جدا جدا بين الطرفين. دكتور بكير تسمعني، قلت أن أي لقاء رسمي يجمع بين وزيري خارجية البلدين هو تطبيع فعلي للعلاقات. ليست بهذا الشكل. أعطيك مثالا، يعني هناك عدة لقاءات حصلت بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية التركي قبل أن تتم العلاقة منذ أشهر كثيرة، وأيضا هناك لقاءات حصلت بين الوزير التركي والوزير المصري، وإلى الآن لا يوجد لقاء رسمي. أنا أقول هناك سوف يحصل لقاء بين وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السوري في الأشهر القادمة، وهذه حقيقة، ولكن لا يعني كما أشرت بأنها سوف تكون من أجل التطبيع أو علاقات مناقشة، أو ربما يكون أيضا إلى غاية الآن ذلك غير مؤكد. طيب أعود إلى ضيفي من دمشق سيد عمر، مع أنك تنفي أي محاولة أو أي تخطيط لهذا اللقاء، لكن أريد أن أسأل، ما الشروط التي يمكن أن تضعها دمشق إذا حدث هذا اللقاء فعلا؟ سيدتي الكريمة، يعني أنا أتحدث من مصادري الخاصة وأتحدث من قراءتي لطبيعة التعامل القيادة السورية مع هذه الملفات. هناك ملفات كثيرة أو علاقات كثيرة بين سوريا وبين الدول، يعني مثل تركيا، يعني كان سابقا كان العرب يرفضون مشاركة سوريا في الجامعة العربية، الآن هذه القمة سوريا هي التي رفضت المشاركة بالقمة العربية. تركيا منذ أشهر وهي تصرح وتقول بأنها التقت وبأنها اجتمعت وبأنها ستلتقي. هذا أمر في الحقيقة في نظر القيادة السورية ليس مهما. في نظر القيادة السورية هناك أرض محتلة يجب أن تخرج منها تركيا، وهناك رعاية لتركيا للفصائل الإرهابية المسلحة، يجب على تركيا أن تطرد هذه الفصائل الإرهابية. سيد عمر، السؤال الذي يطرحنا، هل رفضت فعلا سوريا أم اضطرت للرفض؟ رفضت ماذا؟ تتحدث عن أنها رفضت العودة إلى الكثير من العلاقات كما قلت قبل قليل، هل رفضت فعلا أم أنها اضطرت للرفض؟ لا لا لا، سوريا ليست مضطرة، وسوريا تآمر عليها الكثير من العرب والترك، والآن هي انتصرت، وفي الحقيقة المنتصر هو الذي يفرض شروطه. سوريا لم تعود إلى أحد هكذا مجانا. تركيا احتلت الأرض وقتلت آلاف السوريين وشردت ودمرت، فمن غير المعقول، يعني المسألة ليست دخول الحمام ليس كخروجه، والمصالحة ما بين تركيا وسوريا أو ما بين تركيا وبعض الدول العربية التي أجرمت بحق سوريا ليست يعني طيب في هذه النقطة في هذا السياق. سيد عمر، أود أن أعود للدكتور بكير، ورغم أنه يعترض على ما تقول، لكن دكتور بكير هناك وجهة نظر مطروحة، تتحدث تركيا عن بعض الشروط من بينها إجراء انتخابات تصفها بالشفافة، لكن هل يعقل أن يتم الحديث عن هذه الشروط الآن في هذا الوضع الذي تعود فعلا فيه سوريا وطبعت علاقات مع دول وتسير أيضا في تطبيع علاقات مع دول أخرى؟ هل يمكن أن تستجيب؟ ما الذي سيدفعها للاستجابة لهذه الشروط؟ ألا تعتقد أن السقف مرتفع قليلا؟ دعيني أولا أجيب إلى تعليق ضيفك الكريم عندما قال بأنها انتصرت. انتصرت على من سوريا؟ انتصرت على إسرائيل؟ انتصرت على تركيا؟ أم انتصرت على الشعب السوري حيث قتلته وشردته أكثر من 13 مليون إنسان مشرد من داخل الأراضي السورية؟ هذا نصر؟ هذا يعني للأسف الشديد هذا بالعكس، يعني على السوريين، على القيادة السورية، على من يدعم هذا النظام المجرم أن يفهم جيدا بأن الذي انتصر ليس النظام وإنما الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والكرامة، وما وسوف يأخذها في النهاية حتما مهما طالت. النقطة على سؤالك،
عفوا فقط لتعقيب هذه الاتهامات التي تتحدث عنها اليوم، ألا تعتقد أنها لا تتناسب مع الحديث عن العودة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، خصوصا وأن الجانب التركي، ولكن عزيزتي ضيفك يصر بأن هناك احتلال، تركيا تقول نحن على استعداد حماية وحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية. إذن أمس واليوم دكتور بكير، الضربات التي جاءت إلى داخل الأراضي التركية وقتل على أسرها الجيش التركي، من أين جاءت؟ من كوباني عين العرب. وبالمقابل تركيا قصفت هذه المناطق وراح قتلى من الطرف السوري أيضا. إذن هناك قتل وإرهابيين من داخل الأراضي السورية يقتلون. طيب نتجاوز هذه النقطة دكتور بكير، من فضلك لابد النظر إليها بهذا الشكل أيضا، ليس كما يدعي بأنه احتلال. هذا الاحتلال إذا كان يدعي الطرف بأنه على استعداد أن ينسحب وأن يكون هناك وحدة الشعب السوري ووحدة الأرض السورية، إذن هذه ليست باحتلال. طيب إجابة على سؤالي لو سمحت بخصوص الشروط التركية. بالنسبة لسؤالك الطبيعي، يعني جميع الاتفاقيات بين الدول تكون أولا قبل الذهاب إلى أي اتفاقية لابد أن تكون السقف عالي جدا. نعم، ولكن هذا الطلب التركي لن تكون طلب لصالحها، طلب للشعب السوري الذي شرد وما زال مشرد في دول الجوار، 3.5 مليون فقط في داخل تركيا وحوالي 3.5-4 مليون على الحدود في المخيمات في الحدود التركية. إلى جانب عن عودة العمل إلى جانب باتفاقية أضمان إلى جانب الدول الأخرى في الدول الأوروبية، يوميا مئات الناس الذين يموتون في البحر في الذين يريدون الخلاص من هذا النظام القاتل. إذن هناك مشكلة كبيرة، ولا بد على الدول التي إن كانت صديقة إن كانت جارة إن كانت قريبة أن تبحث أو تأخذ بعين الاعتبار ما يحصل للشعب السوري. ليس طيب. من الأمر سهل أن تتركها طرحت سؤال ونظام واضح. يقول ينتصر على ينتصر على ماذا؟ لو كان يحارب الإسرائيل فليتفضل، لو يحارب تركيا فليتفضل. هذا النظام عاجز أن يحارب أي مكان سوى الشعب السوري، أن يقتل فقط الشعب أرجو السوري. أرجو منك احترام الوقت من فضلك فقط حتى أمنح الوقت المتبقي وحتى نكون عادلين في توزيع الوقت لضيفي من دمشق سيد عمر. يقول الضيف من إسطنبول إنه تركيا تذهب بسقف عالي من الشروط وبعدها يمكن التلاقي في نقطة يوافق عليها الطرفان. ما في المقابل الذي يمكن أن توافق عليه دمشق؟ سيدتي الكريمة، يعني في الحقيقة أنا كمتحدث باسم المصالحة أنا أتمنى أن يكون هناك صلح بين سوريا وبين العرب وبين تركيا ومع الكل. أنا مع المصالحة، لست ضد المصالحة، لكن هنا في طرحي خلال هذا البرنامج الطيب أنا أقدم قراءة سياسية للممكن أو للواقع أو لما يمكن أن يحصل، ولا أريد أن أصف أردوغان بالداعش وبأنه تاجر بالسوريين وعرض السوريين للخطر وبازر عليهم أوروبا وكذا. هذا يعني هذا حديث صار من الماضي. الآن أنا أقول سوريا انتصرت على المخطط الغربي وعلى المشروع الغربي في سوريا. نعم حدثت هناك جراح ودمار وكذا وهذه طبيعة الحروب، لكن في آخر المطاف سوريا بقيت كدولة وهي الآن تفرض شروطها. الشيء الثاني يا دكتور هدي أعصابك شوي، الله يرضى عليك، روق، لأنه هلأ إحنا نحكي بمصالحة فلا تعصب أنت، خليك على الرواق، خلينا نقرب الأمور من بعضها. لكن أنتم مش مع المصالحة، تركيا تذهب وتقول تفتح أيديها وصدرها للنظام وهذا النظام قاتل العالم كله بيعترف فيه، وبتقولوا لا لسه ما بدنا مصالحة. طيب دكتور من قال لك بأننا لا نريد المصالحة؟ دكتور بكير، نريد المصالحة فقط، نريد المصالحة بشروط المنطق. تركيا دولة محتلة ولا يمكن، كما أن سوريا رفضت التطبيع أو أي علاقة مع إسرائيل حتى تخرج إسرائيل من الجولان. أنا أقول لك الآن على قناة الحدث وسجلي هذا اللقاء علي، لا يمكن لأي مصالحة مع تركيا طول ما تركيا محتلة للأراضي السورية. هناك مشروع أمريكي انفصالي شرق الفرات
وهناك مشروع أمريكي إخوانجي إرهابي في شمال إدلب. لا يمكن لسوريا أن تقبل بطرد أحد المشروعين والقبول ببقاء المشروع الآخر. إذا كانت أردوغان يريد اللعب على الوقت ويريد الكسب الأصوات في الانتخابات القادمة ويريد أن يكسب المعارضة التركية المتعاطفة مع الدولة السورية إلى جانبه بقرقعات إعلامية وبنفخ بالونات بأنه لقاءات والحديث عن لقاءات سياسية وأمنية مع سوريا، سوريا لن تمنح أردوغان طبقا على ذهب لكي ينجو من الاستحقاقات القادمة. سوريا لا يمكن أن تحل مشكلة اللاجئين لكرم العيون أردوغان. سوريا ملتزمة بشعبها وبقضاياها الوطنية لكن بالشروط الوطنية وليس بالشروط التركية وليس بالشروط الأردوغانية. لذلك أقول كل ما تم إذاعته والحديث عنه والأخبار التي طرحت عن مصالحة وعن لقاءات سياسية وعن لقاءات في دمشق هذا غير صحيح. أنا لا أقول أنني ضد المصالحة، أنا مع المصالحة ستحصل في يوم من الأيام، لكن الحديث بهذه الطريقة هذا غير صحيح يعني بصراحة. أشكرك ضيفنا من دمشق عمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية، والشكر موصول أيضا إلى ضيفنا من اسطنبول الدكتور بكير أتجان مدير معهد اسطنبول للفكر. شكرا. مشاهدينا ننتقل وإياكم لفيديو لاستمرار التظاهرات في إيران احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا أميني. أخبار الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الغنوشي غدا أمام القضاء التونسي. جديد في الأخبار الليلة. استدعت الوحدة الأمنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية كلا من رئيس النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة علي العريض للتحقيق معهما كمتهمين في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. هذا وأكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الغنوشي ونائبه سيمثلان غدا الاثنين أمام فرقة مقاومة الإرهاب. هل كانت حركة النهضة وزعيمها وراء تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب؟ ذاك ما سيجيب عنه راشد الغنوشي أمام قضاة التحقيق في تونس غدا. وقوف الغنوشي أمام القضاء كان نتيجة لتردد اسمه كثيرا في تحقيقات مع قيادات إخوانية جرى توقيفها منذ نهاية شهر أغسطس الماضي. هذه المرة لن يكون الغنوشي وحده، فنائبه علي العريض وكذلك القيادي بالحركة نور الدين البحيري هما أيضا معنيان بهذه القضية. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت الكثير من الأسماء الإخوانية البارزة مثل الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي الحبيب اللوز وفتح البلدي وغيرهم. فحركة النهضة إبان حكمها لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج إلى مناطق النزاع، فضلا عن تورطها بحسب شهادات أمنيين في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية. كما ترددت اتهامات لشركة سيفاكس للطيران بالتواطؤ مع حركة النهضة في تمرير حقائب من الأموال المشبوهة وتهريبها نحو الخارج، وكذلك تسفير الشباب التونسي إلى ليبيا ومنها ثم إلى تركيا، ومنها يتم إدخالهم عبر الحدود البرية إلى سوريا بالأساس، ومنهم من يواصلون الطريق نحو العراق. لكن شركة سيفاكس تقول إنها مثل كل شركات الطيران في تونس وخارجها كانت مهمتها فقط بيع التذاكر، بينما مهمة مراقبة المسافرين هي مهمة وزارة الداخلية. من تونس ينضم إلينا الإعلامي التونسي مراد علالة. أرحب بك سيد مراد على شاشة الحدث، ونسأل عن هذا الوقوف أو انتظار مثول الغنوشي وعلي العريض أمام المحكمة، الوصول إلى أعلى هرم
النهضة، ما الذي يعني ذلك في قضية أو في التحقيق في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب والتوتر؟ يعني الدعوة الجديدة لرجل غنوشي للبثول أمام القضاء مهمة للغاية، لأن ملف التسفير تحديدا سيكون في تقديري إذا تم التعامل معه بجدية وبجرأة وبالتزام بمصلحة الدولة التونسية سيكون بمثابة الشجرة التي ستكشف الغابة. هناك ملفات عديدة مرتبطة بمسألة التسفير، هناك الجهاز السري، هناك الاغتيالات السياسية، هناك تغول الإرهاب في تونس، أعتقد هناك كثير من الملفات التي ستتفرع وستفتح تباعا إذا تقدمنا في تفكيك هذا الملف الخطير. ثانيا، لا يمكن أن نغض الطرف على تقاطع موضوعي بين الزمن السياسي والزمن القضائي. اليوم هناك تقدم في المسار القضائي نتيجة أيضا تعافي وتقدم في الملف السياسي. ثالثا، يجب أن لا ننسى أن راشد غنوشي غدا عندما سيمثل باعتباره رئيس الحزب الحاكم في تونس سنوات 12 و13، علي العريض أيضا سيمثل بصفته نائب رئيس النهضة، لكنه في نفس الوقت كان في وقت الأوقات وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة أيضا. نفس الشيء بالنسبة للبحيري الذي كان وزير العدل، وبالتالي هؤلاء كانوا في أعلى هرم الدولة وكانوا مسؤولين عما حل بالبلاد من تفكيك ومن تورط. طيب. للأسف في الإضرار بالبلاد أولا وبالدول الصديقة والشقيقة. ذكرت الكثير من النقاط الإيجابية بعد تطور التحقيقات في هذا الملف، لكن هناك سؤال آخر يطرح. هذا الملف ظل لسنوات طيلة فترة حكم النهضة حبيس الأدراج، هل السلطة اليوم في تونس متأكدة أن النهضة فقدت السيطرة على الكثير من الهيئات من بينها ربما القضاء الذي قد يحكم في صالح هذه القيادات لحركة النهضة، الشارع أيضا هل يمكن أن تستخدم حركة النهضة أنصارها بواجهة سياسية ترفض فيها هذه الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس التونسي وذهاب لانتخابات ترفض المشاركة فيها وهذا الغطاء السياسي وتدافع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة؟ يعني القول بأن حركة النهضة انتهت في تونس مبالغ فيه، أيضا الحديث على النهضة لا تزال تمسك بكثير من خيوط اللعبة في مفاصل الدولة أيضا مبالغ فيه، لكن الأكيد أن هناك تقدما نتيجة عديد العوامل. الآن الجميع تحدثوا عن شكاية النائبة السابقة المسدي، لكن أيضا هناك جهدا وهناك صمودا للمجتمع التونسي لقواه المدنية لإعلامه لكثير من النواب أيضا التقدميين وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والحاج البراهمي وكذلك حتى بعض الأمنيين صراحة الذين أبلوا البال حسن في التأشير وفي الصمود. ونتذكر حتى ميدانيا يعني تلك الوقفة الدورية الأسبوعية لكشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والحاج البراهمي، إذن ثمة صمود للمجتمع المدني والسياسي في تونس من أجل كشف الحقيقة. تمكنت النهضة في سنوات كثيرة من طمس معالم الجرائم، في تمييع هذا الملف، في أيضا في التغاضي عنه، في تعطيل مرفق القضاء، لكن أعتقد الآن أنه لم يعد بالإمكان فعل ذلك. النهضة فقدت الكثير من قوتها، وفي المقابل هناك إرادة سياسية بقطع النظر عن كل شيء هي جادة في طرح هذا الملف، وسيكون هذا اختبار. طيب، لمصداقية وصدقية الإرادة السياسية ربما في السيطرة على مفاصل الدولة، لكن ماذا عن العنف والفوضى؟ هل هناك إمكانية لإحداث أي انفلات أمني أو عودة اغتيالات مثلا سياسية كما ذكرت؟ يعني العودة ربما أو المراهنة على الشارع وارد باعتبار أن النهضة حتى غيرها من القوى السياسية المعارضة قد تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هناك بالفعل هذه الأيام في تونس هناك صعوبات يجدها المواطن التونسي في توفير العيش الكريم، وقد يقع استغلال هذا المناخ الاجتماعي الصعب. أكثر من ذلك، في تجربة الجماعات الإسلامية وفي تجربة تنظيم النهضة بالذات، نحن عشنا تسعينات القرن الماضي عندما كانت هناك مواجهة بين الإخوان وبين نظام بن علي، رأينا كيف جنحت هذه الجماعة للعنف ومورس العنف بشكل كبير، وبالتالي
لا يستبعد أن تعمد سواء بشكل جماعي أو في شكل أفراد كما تقول، يعني تحرير المبادرة أو ترك الخيار للقواعد لردة الفعل، وبالتالي يجب أن نتحسب وأن تكون هناك يقظة حتى يقطع نقطع الطريق أمام ربما أي انفلات قد يحدث في قادم الأيام. لكن أيضا نراهن على أن هناك مزاجا شعبيا حسم في تقديري في هذه الجماعة. إلى أي مدى يمكن المراهنة على هذا المزاج الشعبي، خصوصا بعد كشف الكثير من ما وصفت بالجرائم والتجاوزات والفساد والعنف الذي كان سائدا في فترة حكم النهضة؟ لابد من اليقظة، لابد لأجهزة الدولة من أن تكون متفطنة إلى كثير من الأشياء. اليوم عندما ننظر إلى قواعد حركة النهضة وإلى قياداتها، هناك الكثير ممن قفز من مركب التنظيم. يعني اليوم هناك من خرج من حركة النهضة وتحصل على تأشيرة حزب عمل قانوني، والحال أنه كان وزيرا في حكومة ترويكا أثناء ملفات التسفير والاغتيالات. وبالتالي هذا الهروب أو هذا القفز من المركب يجب أن نكون يقظين في الطاعة معه. عملية تبييض بعض القيادات الإسلامية التي خرجت من التنظيم بحجة غضبها أو عدم موافقتها إلى نهج راشد غنوشي لا يعفيها من المسؤولية. أيضا بعض الأسماء الوازنة في التنظيم التي أعلنت استقالتها وابتعادها أيضا هي مسؤولة كغيرها باعتبارها كانت أثناء الجرائم موجودة ومسؤولة في أجهزة الدولة التونسية. أشكرك ضيفنا من تونس الإعلامي التونسي مراد علالة. الأخبار الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. لأول مرة شظايا قذيفة تسقط داخل أراضي روسيا. أهلا بكم من جديد. رويدا رويدا انتقلت روسيا من مقام الهجوم إلى وضعية دفاع. كأن أحدا عبث في إعدادات مسار الحرب في أوكرانيا. بشكل لافت سجلت أوكرانيا انتصارات على الأرض ونجحت في نقل نيران الحرب إلى عتبة باب الرئيس الروسي. وبما أن القوات الأوكرانية أصبحت الآن قريبة جدا من الحدود الروسية، بات بإمكانها ضرب أهداف باستخدام أسلحتها الأقل تقدما. وكان الهجوم الأوكراني المضاد في الفترة الأخيرة أكثر فعالية، إذ أصاب القصف بالمدفعية أهدافا عسكرية في روسيا. استهدفت الجولة الجديدة من القصف منطقة بيلغورود غرب روسيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين. وقبل يومين قصفت قاعدة الفرقة الروسية الثالثة للبنادق الآلية بالقرب من فالويكي شمال الحدود الروسية الأوكرانية. وتحسبا لأي سيناريو أسوأ، أمر المسؤولون الروس في المدن والبلدات على طول الحدود مع أوكرانيا بالإجلاء العاجل. ولم تقر موسكو بتضرر نقاط عسكرية تابعة لها جراء القصف، لكنها قالت إن مدنيا مات وإنها سجلت انقطاعات مؤقتة للكهرباء. على الصعيد الميداني حققت أوكرانيا تقدما ملحوظا في منطقة خاركوف في شمال شرق البلاد في الأسبوعين الماضيين. ولولا هذا التقدم ما كانت أوكرانيا تكتشف مئات المقابر الجماعية وقصص مروعة حكاها السكان في مدينة إزيوم المحررة حديثا. كما أن انسحاب روسيا من إزيوم فضلا عن مخاوف عودة الحرب إلى عقر دارها دفع موسكو إلى تعزيز الحدود بمجندين شباب. وهذا ما دفعها كذلك إلى السعي مجددا للعثور على أفراد ومعدات عمل للحفاظ على مكاسبها المحققة في شمال شرق أوكرانيا. وفي مطلق الأحوال شكل التقدم الأوكراني والتراجع الروسي مصدر ضغط جديد على بوتين، هذا على المستوى الداخلي. أما خارجيا واجه أيضا توبيخا علنيا من قبل رئيس الوزراء الهندي وأسئلة ومخاوف حول الحرب في أوكرانيا من نظيره الصيني. نهر سيفرسكي دونيسك تقع مدينة إزوم على بعد 124 كيلومترا، لكن الوصول إليها ليس بهذه البساطة، فالجسور المدمرة أجبرتنا على سلك طرق بديلة ووعرة حتى وصلنا إليها، فوجدناها أشبه بمدينة أشباح. العربية والحدث هنا في مركز مدينة إزوم، كما تشاهدون خلفي تماما هذا مبنى الحكومة في مدينة إزوم، وهنا وقف الرئيس فلاديمير زيلينسكي ورفع العلم الأوكراني بعد أن استعادت القوات المسلحة الأوكرانية هذه المدينة من ضمن عدة مدن في مقاطعة خاركوف.
عاش المواطنون الذين بقوا في المدينة تحت الأرض، كل شخص في قبو منزله، واعتمدوا في طعامهم على مخزون شتاء العام الماضي مما أنتجته مزارعهم، فلم يكن من الممكن أن يتبضعوا في المدينة، فكل شيء مغلق بسبب القصف أو خوفا من الخروج ولقاء الروس، فالتزم السكان منازلهم. نحن سعداء بهذا الهدوء على الرغم من أن الهدوء نفسه يوترنا، لكن على أي حال ما زلنا خائفين كوننا لا نعلم ماذا يخبئ لنا الغد. الروس يقصفون كل يوم، دمروا كل شيء، لقد كنا نختبئ في القبو وكان الأمر مخيفا. لم تكن هناك مواد تموينية، ما تبقى عندنا في البيوت هو ما عشنا عليه، وجلسنا 4 أشهر في القبو، كنا نطبخ على الحطب. استخدمت القوات الروسية مدينة إيزوم كمعقل رئيسي لمدفعيتها الثقيلة في الإقليم نسبة لموقعها الجغرافي، فلعبت القوات المتمركزة فيها دورا رئيسيا في إجبار الجيش الأوكراني من الانسحاب من سيفرودونيسك وليسيشانسك، وحاصرت خاركيف من الجنوب، لذلك كانت استعادتها مصدر فخر للرئيس الأوكراني وجنوده الذي شاركهم مراسم رفع العلم فيها. كما ترون لقد دمرت المدينة، لكننا لن نسمح بدخول الروس إلى هنا مرة أخرى، ولن يعودوا أبدا إلى الأراضي الأوكرانية. الناس يشكروننا وهم ممتنون لنا، أما بخصوص الروس فلن يدخلوا للمدينة مرة أخرى، لقد دمرناهم، لم يعد لديهم أقدام يسيرون عليها، كل شيء سيصبح كما أتمنى، المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال. هذا هو نهر سيفرسكي دينيسك، أما هذا الجسر فهو الجسر المؤدي إلى مدينة إيزوم. الدمار هائل في هذه المدينة، المواطنين يعيشون ظروفا صعبة، انقطعت عنهم جميع الخدمات، لا كهرباء ولا مياه ولا حتى شبكة اتصالات، المواد التموينية معدومة تماما في المحال التجارية، ويعتمد المواطنون الآن على المساعدات الإنسانية. لقناتي العربية والحدث، حذيفة عادل، إيزوم. من موسكو تنضم إلينا المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا، ومن كييف فلاديمير شوماكوف المستشار السابق لحاكم خيرسون. أرحب بكما، وأبدأ معك سيدة إلينا، ما حقيقة سقوط شظايا لقذيفة داخل الأراضي الروسية؟ إذا كان حدث فعلا حسب ما أوردت وول ستريت جورنال، ما الذي يعنيه ذلك لموسكو؟ رسميا السلطات الروسية، مساء الخير أولا، رسميا السلطات الروسية لا تؤكد وقوع شظايا في العمق الروسي، ولكن الشائعات حول هذا الأمر هي ليست جديدة وحتى ليست لأول مرة، وهذا الحديث أصبح موجود بكثافة منذ الأسبوع تقريبا، وما تؤكده السلطات الروسية هو ضرورة حالة التأهب لدى السكان منطقة بلغراد وهي المجاورة مع أوكرانيا، وهناك الحديث حول ضرورة يمكن حتى للإجلاء لسكان هذه المنطقة، وهذا ما يؤكده محافظ منطقة بلغراد وبعض سكان هذه المنطقة. طيب ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للسلطات في روسيا؟ هذا يعني أن الوضع مقلق للغاية، ولكن هذا يعني أيضا أن السلطات الروسية تبحث الآن عن رد الفعل. نعم كانت هناك نجاحات للجيش الأوكراني في جنوب شرق أوكرانيا، بصراحة هذا شكل أثار صدمة في صفوف المؤيدين لهذه العملية ولدى مواطني روسيا بشكل عام، ولكن هناك أمال كثيرة أن هذه الحالة هي مؤقتة، وهناك ثقة ما زالت موجودة بقيادة روسيا أنها هي حترد وحتحقق نجاحات على الجبهات بعد دراسة الأمر.
سيد فلاديمير، إلى أي مدى يمكن القول أن التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية دفعها للذهاب إلى أبعد من ذلك، وبالتالي هي ربما تحاول استفزاز السلطات الروسية واستفزاز الكريملين من خلال هذه الشظايا التي يقال أنها سقطت داخل العمق الروسي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من كييف. نعم، خلال هذه الأيام نحن شاهدنا هزيمة جيش روسي في مقاطعة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا. في آن واحد موجود هجوم مضاد طفيف بمقارنة مع خاركيف في محافظة خرسون. الآن كمان موجود هجوم مضاد في منطقة دنباس. يعني أوكرانيا تقريبا كل يوم هي تحرر مناطق كرة مختلفة في أوكرانيا، ولكن بعد التحرير أغلبية من المقاطعة خاركيف نحن رأينا الاستفزازات الروسية وانتقام روسي. هي قصفت المحطات الكهربائية في مدينة خاركيف، هو وجه حقيقي لروسيا. بعدين نحن سمعنا تهديدات باستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا أو انفجار محطة نووية زاباريجيا والخ. بصراحة نحن تعودنا لاستفزازات وابتزازات روسية. بصفة عامة روسيا هي تغرق الآن في مستنقع حرب. لمدة شهرين تقريبا لم تكن أي تقدم قوات مسلحة روسية في أوكرانيا. بوتين هو في فخ. بصفة عامة إدارة روسية هي تدرك بأنها فشلت في حرب في أوكرانيا، خسائر ضخمة، ولكن روسيا هي لا تستطيع أن تراجع قواتها من أوكرانيا بسبب حفظ وجه ما لسيد بوتين. سيدة إلينا، استمعت إلى ما يقوله الضيف من كييف، أي سكوت روسي على ما يقال أنه سقوط لشظايا قذيفة داخل العمق الروسي، ألا يعزز ما يقوله الضيف من كييف وبالتالي يحرج الكريملين؟ هذا يثير حفيظة كريملين ويثير حفيظة بوتين، لأنه هذا ممكن أن يدفع القائد الأعلى وهو بوتين لاتخاذ خطوات صارمة، والبعض في المجتمع ينتظر منه هذا الشيء. فالحديث حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية هذا ليس تهديد فحسب، أما هذا الأمر أعتقد جدي جدا. فلاديمير بوتين قد رسم هذه الخطوط الحمراء، ولكن كما يبدو أوكرانيا تريد أن تجتاز هذه الخطوط. رد الفعل الروسي ممكن أن يكون عنيف، وروسيا بدأت أن تقصف مواقع أوكرانيا بشكل أشد. فأنا برأيي الوضع خطر ولحتى الآن غير محسوم. بالنسبة للتحقيقات فهي كانت موجودة ولو تقدم كان بطيء، مثلا السيطرة على ماريوبول، السيطرة على شواطئ بحر أزوف، ولكن عندما قيل في منذ الأسبوع أن روسيا تؤجل إجراء الاستفتاءات في شرق أوكرانيا من 11 سبتمبر ل 4 نوفمبر، أنا قلت وقتها أنه حتى في 4 نوفمبر ممكن لا يتم هذا الشيء، لأنه الوضع صعب جدا. سيد فلاديمير، الواضح مؤخرا أن واشنطن لم تخفي أنها دعمت كييف بمعلومات استخباراتية وهو ما سمح لها بهذا التقدم، لكن في نفس الوقت تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى مخافة استعمالها، وبالتالي يكون هناك رد عنيف روسي. ما حجم المخاوف من أن تكون هذه الاستفزازات أو أن تتسبب برد روسي عنيف؟ نعم، بصراحة نحن هنا في أوكرانيا طلبنا من أمريكا ومن بريطانيا زيادة وتقديم لأوكرانيا الأسلحة طويلة المدى، ولكن أمريكا رفضت. نعم، عندها موجود الشواغل بأن أوكرانيا سوف تقصف مناطق روسية، ولكن بصراحة أوكرانيا لم تقصف أبدا
مناطق حضرية روسية داخل روسيا. إذا أوكرانيا سوف تقصف فقط البنية التحتية عسكرية روسية، ولكن أنا على يقين بأن أوكرانيا على كل حال هي سوف تحصل على كل على الأسلحة المطلوبة. للأسف الشديد نحن نسمع تهديدات من روسيا باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا. في هذا الحال أوكرانيا هي تستطيع، عندها حق أن تطلب من أمريكا تقديم أيضا الأسلحة النووية، لأن أوكرانيا هي لكن أمريكا رفضت. نعم، أوكرانيا نزعت أسلحة نووية في سنة 1994 وفقا للمذاكرة بودابشت، ومن سخرية الكادر روسيا هي ضمنت حماية. أشكرك وأعتذر وحماية من استقلال أوكرانيا. ضيفنا من كييف فلاديمير شوماكوف المستشار السابق لحاكم خيرسون، شكرا لك. وأشكر أيضا ضيفتنا من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا، شكرا لكما. الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا، للقاء.